للحديث عن واقع العراق اليوم في ظل استمرار استهداف المتظاهرين والوعود الحكومية مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، معنا من بغداد قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك سيد قحطان. بداية، تقرير لمجموعة الأزمات الدولية ومعهد بروكينجز يقول إن الشعب العراقي يعاني مظالم عامة، إلى أي مدى ساهمت الأوضاع بالوصول إلى الثورة حاليا؟ حياك الله أخي العزيز، وحيا قناته، حيا المشاهدين الكرام. بالتأكيد ما ثورة تشرين هي نتيجة لمعاناة شعب، وهي طريق لخلاص الشعب بآلية وضعها ثورة تشرين. وبالتالي أن العملية السياسية من 2003 هي التي أوصلت الشعب العراقي إلى الحالة المأساوية، وسببت في حياة سيئة للغاية للمواطن العراقي، ولكن المواطن العراقي خرج لأجل أن يغير الوضع. ولكن المشكلة الكبرى هو أن هذه المجموعة التي تتسلط على الشأن العراقي غير جادة بالمرة لإخراج العراق من ما فيه، لأنها أساسا جاءت لكي توصل العراق إلى ما وصل إليه. لذلك هي فعلا نتيجة للمعاناة، وهي أيضا تأكيد على حالة الفشل في المطبع عند الجهات الرسمية القائمة على الشأن العراقي. لكن ماذا عن وعود حكومة الكاظمي؟ لماذا لم تسعى إلى تهدئة الشارع المنتفض؟ كيف ينظر العراقيون لها باعتقادك؟ بدءا للحكومة أساسا ينظر لها من منظارين: المنظار العام الشعبي الذي يتقارب مع ثورة تشرين، أو الذي هو أساسا منبعه الشعب وثورة تشرين، هو أن هذه الحكومة هي حكومة احتلال متعاقبة مرتبطة بقوى خارجية. وهناك من يحاول من بين البين أن يستفيد من الحراك الشعبي لعله يظهر إلى الساحة ويغتن بشيئا من قبل الحكومة. الحكومة لأنها عاجزة، ولأنها تحتكم إلى إرادات خارجية أكثر من الداخلية، وأن التناحرات ما بين أطراف الحكومة بات واسعا وشرخا كبيرا، وحكومة الكاظمي غير قادرة أن تؤدي شيء إيجابي ولو تقنع الشارع العراقي قناعا حقيقيا. لذلك هي عاجزة عن تقديم أي شيء، والشعب لم يتلمس شيء إيجابي، والمعاناة مستمرة. إذن بالنتيجة الحراك سيستمر والثورة ستتسع. نعم سيد قحطان، ماذا عن ثورة تشرين؟ لماذا وجدت في المحافظات الجنوبية حاضنة شعبية، لاسيما وأن العديد من النواب يؤكدون أن المحافظات في الجنوب تنضم بقوة لثورة تشرين؟ بالتأكيد الثورة عموما في بغداد وفي المحافظات الجنوبية والوسطى، وأنا واثق كل الثقة أن بقية المحافظات ليست غائبة عن الساحة، وأن هناك أسباب معينة لكي يجعلها تتوارى ولا تظهر بشكل واسع. وفي أحد القنوات سألني سؤال أحد الإخوان بمعنى لماذا لم يكن هناك في المناطق ما يسمى السنية حراك شبيه إلى تشرين. قلت له بالحرف الواحد: لو خرجت تظاهرة تشرين في منطقة الطارمية ماذا سيحصل في الطرمية؟ وكيف ستقرأ الأمور؟ فالأمور هنا الحكومة تتمنى أن يكون هناك دالة على أن هذا الحراك طائفي أو مذهبي أو له علاقة بجهة معينة لكي تجير مباشرة، فيقولون أنها داعشية بعثية صدامية تكفيرية منها مسميات. هي الآن في المناطق الجنوبية وفي نجف وكربلاء وبابل ولم تنجو من المسميات ومن الاتهامات الباطلة. إذن الثورة عندما خرجت في هذه المنطقة لسبب أساسيين: أن هذه المنطقة صدقت بهؤلاء بأنهم سبيل لإنقاذ العراق، وبالتالي كأنما اصطدمت بحقيقة وأوجزت في نفسها واجب أن تكون هي التي تغير، والحمد لله هي التي ستغير الوضع بإذن الله. دعنا الآن نتحول في حديثنا إلى مسار آخر. لماذا فشلت الانتخابات في العراق بإنتاج أي تغيير؟ إلى أي مدى لعبت طبيعة النظام السياسي في هذه الأزمة السياسية والاقتصادية؟ وضعت يدك على الجرح. الأزمة في النظام السياسي، في العلوم السياسية احنا نقول مدخلات تفضي إلى مخرجات. عندما تكون المدخلات سيئة متناحرة متقاطعة غير علمية غير منطقية، بالتأكيد تكون المخرجات سيئة. فالعملية السياسية لأنها مذهبية طائفية، ولأنها غير مهنية، ولأنها مرتبطة بأجندات خارجية، كلها اجتمعت أن تكون سيئة. وإلا ممكن العراق في العشرينيات عندما احتل من قبل بريطانيا جاءت حكومة من داخل العراق، لكن هذه الحكومة لم تأتي مع محتل ولم ترتبط
بالاحتلال اساسا، لذلك كانت الى حد معين مستقله وقدم شيء، ولكن الحكومه الحاليه جاءت مع محتل، ارتهنت بالمحتل، لذلك لا تخرج من اراده المحتل او من القوى الاقليميه الاخرى. في المقابل، على ماذا تراهن الاحزاب السياسيه في الاستمرار بهذا النهج؟ كيف يمكن القبول بتسليم البلاد بهذا الشكل للميليشيات المسلحه؟ لأن الميليشيات المسلحة هي التي أصبحت بالوقت الحاضر ذراع هذه الأحزاب، سيما المتنفذة منها. جميع الأحزاب السياسية لها أذرع عسكرية بشكل أو بآخر. اثنين، هي متمسكة لأنه قلنا غير قادرة على التغيير. ثلاثة، لأن المجتمع الدولي لحد الآن وعلى مقدمة أمريكا التي أدت بالمآسي في العراق ترى أن هذا النظام من إنتاجها، وبالتالي تخشى أن يقال أنها غير قادرة لا على إنتاج عمل سياسي ولا وضع أمني، لذلك تحاول تمسك العصا من الوسط. ولكن التدخلات الإيرانية بالشمال العراقي وإشراك العراق وعبر إيران في قضايا إقليمية أثرت على أمريكا، استشعرت أمريكا بضرورة لجم إيران في العراق، وبالنتيجة الخلل يكمن في العملية السياسية وفي طبيعة تكوينها وبارتباطاتها الخارجية. لذلك هذه العملية السياسية لن تقدم شيء، والمجتمع الدولي للاسف الشديد الى حد كبير لم يتضرر ضررا كبيرا حتى يلقي بثقله كامله. فالمصالح الغربيه في العراق مستقره، والكيان الصهيوني امره هادئ، والمشكله العراق فقط الذي يدفع الثمن ويدفع الدماء. من بغداد كنت معنا عبر سكايب استاذ العلوم السياسيه قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.